السلام عليكم ورحمة الله. أنا ينقال لي زينها من سيدي العبد الهادي، وكنت صحراوية. كنت انقبضت من مدينة الدار البيضاء المغربية، وكنت على سفر شهر موريتانيا، وقبضوني في مطار الدار البيضاء يوم 19 في شهر 4 1987. وكان عمري لك الزمن 26 عام. فمن منين قبضت من الدار البيضاء مشاو بيا الشورى كوميساريين، قال لها كوميسارية حي المعارف. مضيت فيها 7 أشهر تقريبا. التهمة اللي وجهوا لي أنني كنت ماشية ملتحقة بجبهة البوليساريو. أو توم فمشيت أعطيت ذوك 7 أشهر تميت إلى نهار جاوني وتوه قالوا لي يلا راك لي تنطلسي. نطلس هذيك حقيقة عارفان عنها قام هاي حق. تنقلت شورى، نقلوني شورى ورزازات من ورزازات وسمقونا. هما ما يقولوا لك عندنا قايس بلد ولا عن ملاية تنحبس ولا عندك مدة ولا يتخط على محكمة ولا لا يتحاكم ولا لا ينقال لك شيء على الأسباب اللي ذي أنت ذي تهمتك عندك واللي سولته يقول لك أنا ماني عارف. كلها يقول لك أنا ماني عارف ليش هو فهمت. أنا كله يتنكر لك باش أنا قاعد يواجهك يقول لك ترى عندك تهمتك كذا ولا يتخطى في المحكمة تحكم عليك ولا أنا كذا ولا كذا. المحاكم وذيك الروايات هما ما هي عندهم. ذيك الناس اللي اعتقلوا على قضية السياسة يتهموها بقضية انتمائها لجبهة البوليساريو ذيك ناس ما تحاكم عندهم. هما ذيك ناس اللي كأن ورقاج، نعطيك مثل كأن ورقاج انتقل من الدنيا إلى الآخرة. صور لك هذا المنظر، هذه الصورة واحد باش نصورها لك. وضغوطات كانت صعيبة وكبيرة ومتينة على أهل العائلات اللي مشاو في الاعتقال ومشاو في القبور. خلقت عليهم هما اللي ضغوطات أتشد عليهم وامتن عليهم من قياب أولادهم ومناتهم وأبواتهم وأماتهم من قيابهم في هذه قياهب السجون. عاد كاع ضغوطات عليهم هما من قد المخزن ومن قد ضغوطات المادية والمعنوية والنفسية. شي عاشو كاع هما أكثر من كاع الناس اللي راهم مشاو من اللي مشاو به. بقاو هما يعانوا عاقبوا من الضغوطات اللي لا تحصى ولا تعد. جات تسحق على الأخضر اليابس وعلى التركة، تأثر على التركة على عقول التركة وعلى دراستها وعلى حياتها وعلى ذا كامل. يعني أنها تركت تأثير كبير ياسر ياسر من السلبيات اللي نترك على ذيك العائلات المساكين اللي بقات تعاني اللي كلها فاقد ولد والله منت والله جوز والله اب والله ام والله الى اخره. قطع لنا معناه هما اكثر من اللي عانينا احنا داخل الاعتقالات وداخل الشجون المساكين. هلا يا وني تمني بشي ما يعرفها وش هلا تمني تقول لهم لا راهي دورجي راهي قاس موريتان. ومنين تعاون معها شويه موريتان هي حاجه تجي من موريتان. هي مشات خايفة شنو موريتانا عقبت سنطلقت في 4 أيام وزيادة في الاعتقال مع أهل مقونة وهكدس. لا تصبر موتا وما حدا مسخيرين وتعرف التركة هما اللي تكذب عليها. قطعا لأني اللي راودني وحلمي كان لا الاستقلال. وعلى أني نتمنى كنت أنا على أني منين نمرق وتنطلس مع تغانين السياسيين على أن السحر تستقل.